بما ان الرحله ديالي في الهند صافي سالات والفيديوهات ديال الهند صافي سالاو صراحه باقيين جوج فيديوهات واحد اخرين كنت صورتهم في جايبور، ولكن مع الاسف اكتشفت بانهم ما يقدروش يبارطاجاو لانه كاين مشكل كبير في الصوت. ما علينا، ماشي مشكل، صورنا ما يكفي في الهند. وبما ان صافي سالاو الفيديوهات ديال الهند قررت باش انني نحط لكم هاد ستوري في انستغرام وتسولوني على كاع الاسئله اللي عندكم على الهند ونجاوب عليهم في فيديو اللي غتسهل عليكم السفيره للهند. ولكن قبل ما نبدا نجاوبكم على الاسئله غنهضر لكم على اهم حاجه واللي هي الفيزا. الفيزا ديال الهند ولات اونلاين، طبعا من بعد ما انا رجعت من الهند عاد ولات اونلاين ولات رخيصه، ارخص بزاف. المهم هذا هو السيت، هو هذا، غتدخلوا غتعمروا الفورمولير غتخلصوا تقريبا واحد 10 دولار والفيزا غتوصلكم يا اما سور بلاس يعني من بعد واحد 5 دقائق اولا لا تعطلات ماكسيموم من بعد 48 ساعه. ودابا ندوزو الاسئله انا كتبهم هنا. اول سؤال، واش مشيتي للهند بوحدك؟ اه، في اغلب الاوقات كنسافر بوحدي، يعني 95% كنسافر بوحدي سواء الهند اولا دول واحدة اخرى. شنو كنتي كتاكلي في الهند؟ صراحه المشكل ديال الماكله في الهند مشكل كبير بزاف، ولكن كنت كنيفيتي الماكسيموم بوسيبل انني ناكل ماكولات الشوارع، لانه اصلا فاش كتشوف هذاك المنظر وكتشوف كيفاش داكشي كيطيب وكل شيء راه باين بانه غتاكل غيجيك تسمم، زعما ما فيهاش شك. واخا داكشي رخيص بزاف ولكن ايفيتي، والحمد لله خرجت من الهند بدون اي تسمم. ولكن كنت كنخليه فاش كيجيني الجوع، زعما ما كنتش كناكل اي حاجه، كنت كنخليه حتى كنلقى شي ريستو هكا بودي ولا شي حاجه، حيت هما ما كياكلوش اللحم، دونك ما كنضطرش انني نقلب على شي حاجه حلال وكناكل عندهم. بصراحه كيكون باين بان داكشي نقي وكيكون غالي شي شويه بارابور ماكولات الشوارع. شنو المدن اللي مشيتي ليهم في الهند؟ مشيت لخمسه ديال المدن، نيو دلهي اللي كنتصورت فيها بزاف الحوايج، فاراناسي مدينه الموت فين كيحرقوا بنادم وكياكلوه، مشيت لجايبور فين كيعبدوا القروده فين كاين معبد القراده، مشيت لامريتسار فين صورت المعبد ديال السيخ والحدود ما بين الهند وباكستان، ومشيت لبيكانير مدينه صغيره بزاف اللي كنت صورت فيها معبد الفيران او عباده الفيران. واش السفر للهند جاك صعيب؟ صراحه الهند كانت ما بين الدول او اكثر دوله كنت خايفه انني نمشي ليها ونصور فيها ونسافر فيها، يعني راه ما جلستش غير في مدينه واحده، ولكن دازت ما بين احسن السفرات اللي درت في حياتي. وصراحه هذه هي الحاجه اللي ما كنتش متوقعاها على السفره ديالي في الهند، قلت غالبا نلقى بزاف المشاكل تكون صعيبه وكل شيء، ولكن لا. كيفاش الهنود كيتعاملوا مع الاجانب؟ صراحه كيفرحوا بزاف، يفرحوا بك بزاف، كتحس براسك مشهور في الهند، هاز كاميرا ماهاش كاميرا، المهم مجرد انه كيشوفوك ما كتشبهش ليهم كيبغيو يتصوروا معك، لدرجه اني لحد الان ما عارفاش شحال من سيلفي درت في الهند، تخيلوا. ولكن هما الصراحه كشعب شعب ظريف بزاف، كيعاون بزاف، وكاين شويه ديال النصب شويه بزاف، ولكن هادي ماشي شي حاجه اللي كنشوفها سلبيه، لانه النصب كاين في بزاف ديال الدول. من فوا كيشوفوك سائح شي حاجه بلاص 10 روبيس غيقول لك 1000 ولا شي حاجه، ماشي حاجه عاديه. شحال ديال الوقت غيخصني في امريتسار نشوف المعبد ديال السيخيين، الحدود، وكيفاش نقدر نمشي للحدود؟ امريتسار تقدر تحتاج ليها ما بين يومين حتى 3 ايام ماكسيموم، لانها مدينه صغيره بزاف، ومن غير المعبد ديال السيخيين والحدود ما فيهاش شي حاجه كثيره اللي تشاف. امريتسار كامله تقريبا تحتاج لها واحد يومين 3 ايام لانها مدينه صغيره، من غير المعبد وغير الحدود ما فيهاش شي حاجه اللي تشاف، ولكن مدينه سياحيه بامتياز ونقيه. المعبد ديال السيخيين تقدر تجلس فيه واحد ساعتين ساعه ونص، المهم شحال ما بغيتي، معبد عادي جدا ما فيهش شي حاجه في شي شكل، ما كيعبدوا قروده ما كيعبدوا فيران، فهمتي ما كايناش داكشي العجيب الغريب عند السيخيين. وبالنسبه للحدود انا كنت سولت لوطيل اللي كنت جالسه فيه وهما الصراحه اللي عطاوني المعلومات، يعني فين غنلقى التوك توك اللي غيديني، شحال ديال الوقت غنحتاج، شحال ديال الفلوس وكل شيء. ونعتوا لي واحد الساحه معروفه في امريتسار، اون فوا غتوصلوا امريتسار غتعرفوها لان هذيك الساحه كاينه وحده وامريتسار صغيره بزاف. نتوما ما تحتاجوش تقلبوا عليهم، هما اللي غيقلبوا عليكم، غتلقاوهم هازين واحد ورقه وستيلو وكيبداو يعيطوا بوردرز بوردرز، يعني كيقلبوا على اي واحد باغي يمشي للحدود. هذيك الورقه كيسجل فيها لي زانفورماسيون ديالك، سميتك، النمره، وشحال خلصتي، حيت ضروري تعطيه تطبيق لا بغينا نقولوا اولا النص ديال الثمن. صراحه نسيت ما نقدرش نقول لكم شحال باش مشيت، ولكن هذاك التوك توك كيتفق معك انه هو اللي غيديك وهو اللي غيرجعك من الحدود، كيتفق معك على الوقت اللي غيمشي فيه، وفاش كيقرب الوقت كيصوني عليك لانه ما كيمشيوش كل شويه حتى كيتجمعوا الناس عاد كيتحرك هذاك التوك توك. ولكن شكون غيديك وشكون غيرجعك كيكون نفس التوك توك، وهذا الشيء كيكون متفق عليه. كيفاش تعاملتي مع مشاهد الفقر في الهند؟
كنظن خانك التعبير وبغيتي تقول العشوائيه في الهند. كتحتاج واحد نهار يومين وغتولف. وحاجه واحده اخرى، العشوائيه ما كايناش في الهند كامله، على حساب انت في اين الجهه في الهند. غير هو ما عندهمش طبقه متوسطه، عندهم يا ناس لاباس عليهم وبلايص نقيه وزوينه، يا اما بلايص عشوائيه والناس مساكن ما فحالهمش. يعني اختار انت فين بغيتي تمشي. فانت كتختار واش بغيتي تمشي تشوف هذيك العشوائيه وداكشي اللي كيتبارطاجا في لي ريزو سوسيو وكلشي، اولا بغيتي تمشي لبلايص نقيه سياحيه وكلشي. كاينين بجوج. واش كنتي في المدينه اللي كيحرقوا فيها الناس؟ الى اه واش بصح خطيره؟ ماشي غير كيحرقوا الناس، كيحرقوهم وكياكلوهم. لا ماشي خطيره، لانها ولات مدينه سياحيه ممكن شحال هادي، ولكن حاليا ولات مدينه سياحيه كتلقى بزاف ديال السياح، وحتى الاغوريين اكلي لحوم البشر او السادوس اللي هما رجال الدين، حتى هما ولاو كيتعاملوا على اساس كيبيعوا لك شي حاجه. فهمتوا شنو بغيت نقصد؟ يعني الا بغيتي تصوروهم او لا تهضروا معاهم او لا تصوروا معاهم او لا شي حاجه، كيطلبوا الفلوس. يعني ولاو دايرينها خدمه اكثر ما كاينين السياح تما بزاف. واش خطيره؟ الصراحه انا ما كان وقع لي حتى شي بلان خايب فيها ولا شي حاجه، شي واحد حاول يسرقني ولا شي واحد، نهائيا هادشي ما كانش، ما وقعش لي نهائيا في الهند كامله. ولكن واحد الحاجه كنت قلتها في انستغرام نعاود نقولها حتى هنا، ما تخرجوش في الليل في الهند. هذه نصيحه كانوا قالوها ليا الهنود بريوسهم، لان الهند في الليل خطير. بالنهار تقدر ترد البال غير تسرق لك شي حاجه، ترد البال من الناس اللي كيبغيو ينصبوا عليك في الفلوس، دير شي حاجه كيقول لك احكام هكا خاصك بيرميسيون باش تصور، اولا باش ما نعرف كيبغيو ياخذوا من عندك الفلوس باي طريقه. ولكن ما كاينش اللي غيقرب لك، ما كاينش اللي غيحاول يتعدى عليك ولا شي حاجه. ولكن الا خرجتوا في الليل ما نقدرش نضمن لكم شنو ممكن يوقع. مع ديك الخمسة لخمسة ونص ديال العشيه كنت صافي كندخل لوتيل، كان سالي التصوار وما كنعاودش نخرج، لانه فريمون الليل في الهند ريسكي. واش الهند امنه؟ على حساب اش من جهه في الهند انت. البلايص اللي انا صورت فيهم ماشي كاملين امنه الصراحه، ولكن منهم بحال امريتسار، جايبور، فاراناسي، هادو هادو مدن سياحيه اللي ما تخافش صراحه توقع لك فيهم شي حاجه. ولكن دلهي فيها واحد الجزء سياحي وفيها واحد الجزء كارثي، فخصكم تردوا البال على انت اش من جهه في الهند بغيتي تمشي. ان الهند فيها البلايص العشوائيه ديال بصح اللي خصك تبقى غادي ورد البال مع جنابك. وراه صورت فيهم صراحه في شي بلايص، صورت فيهم وحطيت فيديوهات في يوتيوب. الا دخلتوا غير اليوتيوب ومشيتوا للبلاي ليست غتلقاو واحد البلاي ليست سميتها الهند، تما غتلقاو كاع الفيديوهات اللي صورت. وكاينين بلايص واحد اخرين اللي فريمون زوينين، منهم سياحيين ومنهم اللي ما معروفينش اصلا. واش بصح الهند بلاد رخيصه بزاف؟ صراحه اه، ولكن الا بغيتي تعيش اللوكس ديال اللوكس وتسافر في قمه الاريحيه راه غتقام عليك غاليه. كنت كنخدم المترو بجوج دراهم، كنت فاش كناكل فشي بلاصه نقيه كتقام عليا بشي 20 درهم 15 درهم. ف بلاد صراحه رخيصه، ولكن الا بغيتي تعيش الغلا راه غطيح في الغلا ديال بصح. ممكن تاكل بلا ب 350 درهم 400 درهم، هادشي كاين في الهند. كيفاش كنتي كتسافري في الهند؟ فاش مشيت لفاراناسي مشيت في الطياره لانها كانت بعيده بزاف. فاش مشيت لامريتسار كنت مشيت في سليبر باس. وفاش كنت مشيت لدلهي كنظن ما عرفتش فين كنت في جايبور ومشيت لدلهي كنت مشيت في التران. دونك الهند ما فيهاش الصراحه مشكل في المواصلات. غنخلي لكم هذا السيت، ها هو هذا السيت هذا راه تقدروا تلقاو فيه كل شيء، وهو اللي كنت كنعتمد عليه من ناحيه ناخذ البوس اولا التران اولا الطياره. والطياره لقطاتها بكري راه كتكون رخيصه. كون غير زدتي صورتي لينا اكثر في الهند. ما كرهتش، ولكن انا ما سكنتش في الهند ما عايشاش في الهند. ديك المده كامله اللي جلستيها في الهند كنت كنصور تقريبا كل نهار، كل نهار كنت كنخرج كنصور، لانه بكثرت ما كاين بزاف ما يتصور في الهند، بزاف ما يتشاف، بزاف ما يتبارطاجا، خصوصا انه ثقافتنا حنا كمغاربه مع الهنود بعيده بزاف. يعني اي حاجه عندهم كتبان لينا في شي شكل مختلفه ومتميزه. ولكن راه درت لي ماكسيموم بوسيبل وصورت بريسك كل نهار، ما عدا دوك جوج فيديوهات اللي كنت صورت في جايبور، ومع الاسف ما يصلحوش انهم يتبارطاجاو. واش كتخدمي بشي اسيورونس دو فواياج، بشي تامين ديال السفر؟ لا، وما عمرهم سولوني عليه في شي مطار اولا باش نقطع شي بيي دافيون اولا باش ندخل شي بلاد، جامي. اكثر بلاصه ما حسيتيش فيها بالامان نيو دلهي العاصمه. ما يمكنش دلهي ما يمكنش.
وكتعتبر اخطر مدينه كاينه في الهند. كان عند بالي بلي مومباي، ولكن دلهي كانت كتعتبر اخطر مدينه في الهند. جلست فيها يومين يمكن لمعه 3 ايام، وكنت باغا غير وقتاش نخرج منها، خصوصا انه اون فوا وصلت سي فري كنت لقيت ناس كنعرفهم، وهاد الناس كانوا قالوا لي بانهم ما تبوكي حتى شي اوتيل لانه اغلبيتهم نصب احتيال. تخيلوا يعني ممكن تبوكي شي اوتيل تمشي وما تلقاهش اصلا، ما كاينش هاد الاوتيل. وواجهت شي حاجه بحال هكا تقريبا، هو انه فاش كنلقى شي اوتيل في لي سيت لي معروفين كنمشيو ليه، كيقول لنا اه سائحه، ما كناخذوش السياح. علاش ما كياخذوش السياح؟ لانه مثلا الليله ب 2000 روبيس او لا مثلا الليله ب 200 درهم، كيقول لك اه لا حيت تسائح 400 درهم، ما تعطينيش 400 درهم اسمح لي ما نقدرش ندخلك للوتيل. تعطينا 400 مرحبا نعطيوك شومبر، ما غتعطيناش اسمح لنا حنا ما كنعطيوش للسياح نفس الثمن ديال الهنود. وهذا الشيء في دلهي كامله وقع، ماشي كامله زعما لي زوتيل اللي مشيت ليهم في دلهي وانا كنقلب، هاد الشيء تعاود نفس السيناريو. و اون فان كونط اضطريت باش انني نعطي لو دوبل ديال شحال هما كيخلصوا، شحال الهنود كيخلصوا الليله باش نلقى فين نبات. تخيلوا غير ان تصاور حاجه والواقع كارثه، ولكن مهم هذه شي حاجه اللي عولوا عليها في الهند، ان التصاور لا علاقه مع الواقع. شحال جلستي في الهند؟ تقريبا جوج سيمانات، ما طولتش فيها بزاف لان ما كانش عندي ما يكفي من الوقت. علاش ما مشيتيش لكشمير؟ وما كانش عندي الوقت، انا جوج سيمانات في الهند وديجا كنت في 5 ديال المدن وصورت اكثر من 10 الفيديوهات، ما كانش شي حاجه اللي سهله، كان جدا متعبه، فما كانش عندي الوقت باش نمشي لكشمير. شنو اللي حسن، الهند ولا سريلانكا؟ اول حاجه سريلانكا جزيره والهند بلاد، سريلانكا صغيره والهند عالم اخر، كوكب الهند. وعلى حسب انت شنو بغيتي تشوف، الا كنتي باغي البحر الطبيعه حياه هادئه، المهم ماشي ما تشوفش شي حاجه بشي شكل، كاينين شويه ديال المعابد ديال الهندوس البوذيين ولكن ماشي لدرجه ديال الهند، سريلانكا. ولكن الا كنتي باغي تشوف العجائب والغرائب، شوف العشوائيه في ابهى تجلياتها تشوف شي حوايج مستحيل توقع انهم كاينين في الواقع، وبغيتي تجرأ شويه في السفر الهند. شي حاجه شتيها في الهند صعيب تنسيها الصراحه، الهند كامله لا تنسى، الهند كامله الرحله ديال الهند كامله صعيب ان الواحد ينساها، لانه ما بين حاجه غريبه وحاجه غريبه كاينه شي حاجه اغرب، مش مكذبش عليكم. ولكن اغرب اغرب حاجه اسمها الحاجه اللي لحد الان واخده رقم واحد عندي كاغرب حاجه شفت، هي الناس اللي كتعبد الفيران. واخا انا كنت خوافه وكنخاف من الفيران، هادي اكثر حاجه كنخاف منها، فيران حشرات هادي اكثر حاجه عندي نقدر نقول لكم بقي شويه وتمني فوبيا، ولكن وجدت نفسيتي باش نقدر نمشي لهذيك المدينه بيكانير، وانني نمشي لهذاك المعبد بالضبط معبد الفيران، ونشوف هذوك المعتقدات ديال الناس وكل شيء. كيف قلت لكم انا كيعجبني نشوف الحاجات العجيبه الغريبه، واخا تكون خلعاني واخا نكون خايفه منها، وهذا الشيء اللي وقع في الهند. وفي حاله ما عندكم اسئله واحده اخرى ما هدرتش عليها، خليوا لي كومونتير تحت لا فيديو، خليوا السؤال ديالكم تحت لا فيديو غنجاوبكم عليه، اولا في الانستغرام.